كما التقى رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي الكثيري بمكتبه بالعاصمة عدن هيئة الوفاق والتواصل الجنوبي. واطلع الكثيري على نشاط الهيئة التطوعي الذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين ولملمة الصفوف من أجل الوصول إلى هدف استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة. واستعرض اللقاء مسجدات الأحداث والتطورات السياسية في ظل التحركات الدبلوماسية للمجلس الانتقالي والجهود التي تبذل من قبل المجتمع الدولي والأشقاء في الإقليم لإنهاء الحرب.